تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل محبة. كل الناس اللي فتحتوا البث المباشر الآن، أهلا وسهلا ومرحب بكم كثير، مرحب بكم كثير. السودان كل ما تقول دار تتكلم في قضية، تجي قضية كمان أكبر، يعني تكون شاغلة وصارفة، تكون من الصوارف والشواغل. والبلد دي نحن بقينا يعني ال 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 الخوف عليها، يعني أسي 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 دارين نتكلم عن موضوع. الناس بتقول لي المباراة قربت، كويس، في ناس بيقول لي المباراة قربت اللي هي بايرن ميونخ وبرشلونة، لكن انت هنا ذخيرتك انضربت في الخرطوم، عندك المعلومة دي؟ كويس، انت عندك المعلومة دي؟ انا زول رياضي، انا زول رياضي ومعلق رياضي وبحب الكورة جدا ومعلق، خلاص، لكن الان عندك مصنع الذخيرة ينضرب، مصنع الذخيرة بتاع الجيش، او يتفجر، يتفجر، خلاص، تفجيرات. الان الناس عايشة في حالة بتاعت رعب، الان الناس عايشة في حالة بتاعت خوف وهلع. بعد البث ده ان شاء الله طوالي هنتوجه عليهم، كويس، الناس الان عايشه في حاله بتاعت رعب، وشايفين اللايفات بتاعت ابناء الشجره ذاتهم، كويس، وبنات الشجره من هناك اللي هم ناقلين لك البث المباشر، والتفجيرات شغاله والاصوات مرعبه جدا، خلاص، سمعناها في اللايفات واللي تحدثوا الان قبل شويه. قناه الحدث من وانا داخل اللايف جابوا لك عاجل انباء عن انفجارات بمصنع الذخيره، كويس، جنوب الخرطوم. هو يا ناس السلام عليكم، انتوا دايرين الحقيقه ولا دايرين اللف ودايرين الدوران؟ كويس، دايرين اللف ولا دايرين الدوران؟ كويس، الحصل ده بكل صراحه الان من تفجيرات جوه البلد دي وراها عمليه مقصوده متعمده، ارسال رساله للجيش يوم العيد بتاعه. في جهة قصدت ترسل رسالة للجيش، في جهة قصدت ترسل رسالة للجيش أكثر مما إنه لبرهان. للجيش يا جماعة خلونا نقرأ الواقع بشكل صحيح، خلونا نقرأ الواقع بشكل صحيح ونعمل عقولنا وتفكيرنا وتحليلاتنا صح. المصنع ده ما تفجر براه، كويس، وأراهن على الكلام ده، ومستحيل غادي يجوا يقولوا لك براه. طبعا عادي ممكن يجوا يقول لك أي كلام رخيص كده في التلفزيون عشان أنت تصدق. ولما حصلت التفجيرات بتاعت مصنع اليرموك 2012، كويس، اللحظه اللي حصلت فيها الانفجارات لما استضافوا عبد الرحمن الخضر، كان قايم من النوم، حتى صوته ذاته مخنوق كده والنفس قايم، قالوا بيتكلم كده، كان انا بتذكر يعني، فقال ده عامل لحام جدار يولع ما عارف شنو شنو شنو، يوصل ويلحم ويفصل، قال ده سبب الانفجار. وكل الناس دي تكلمت لغايه ما المخابرات الايرانيه طلعت معلومات واضحه ونشرتها صفحات وفي الفيسبوك بتذكر وقناه المنار وغيره، جو قالوا دي طياره اسرائيليه وجابوا لك خط السير بتاعها زاده، والهدف شنو؟ الضربه بتاعت الان الضربه، اسمعوا الكلام ده مني وتذكروه كويس. التفجيرات اللي حصلت الان في مصنع الذخيره هي ايدي عندها رساله، جهات عندها رساله، ما هزار ولا ضحك ولا ونسه. ده شغل بعد ده بتاع تخريب في البلد، اسمعوا الكلام ده كويس، ونحن قبل اليوم قلنا لك في مخابرات عالميه شغاله ضدك الان. هل ممكن السياسه فورج اسمه يظهر في التفجير ده؟ هل من الممكن؟ ولا الناس اللي قالوا بيجونا بكره عشان يقعدوا يفاوضوا الساسه بتاعيننا، كويس؟ اللي بكره قالوا جايبين لنا 2000 طن بتاع مساعدات، هل ال 2000 طن دي دايرين تغطوا بيها على الحدث ده ممكن يكون؟ في سؤال هنا لابد من انه نساله بصراحه، منو اللي عنده الان الرساله دي؟ وانت عشان تعرف البلد دي ماشيه غلط، الذخيره ده خدتينه لك مع المواطنين، فرقوا كم يعني؟ خدتينه لك مع المواطنين، الان الاسر اصاب الهلع، والناس المغتربين برا، الناس المغتربين والمغتربات، ديل انا دائما بركز عليكم لانه قلوبكم مفجوعه ومقطوعه ومن صباح الرحمن بتبكوا من اجل الوطن، اسمعوا الكلام ده كويس. الحصل ده تفجير في مصنع الذخيره. الحصل ده تفجيرات لغايه الان شغاله وما في اي قوه وصلت، ومع انه المنطقه عسكريه منطقه جيش يعني النقطه دي تحديدا. الكلام ده الان خطير على البلد وخطير على امنك القومي وخطير على مستقبل مواطنك. الجهه اللي بتتمكن تجي تضربك في عقر دارك وتفجر الذخيره بتاعتك
وتصير الرأي العام كده وتختفي، دي جهة خطيرة جدا. اسمعوا الكلام ده يا جماعة، اسمعوا الكلام ده، الشغل ده شغل دولي، الشغل ده شغل دولي، الشغل ده ما شغل خمسة نفر من الكيزان مشوا فجروه عشان ما يغشك واحد بمغال ساي يجرك ولا يطلع لك ناشط قحاتي يجي يقول لك والله ديل الكيزان. الكيزان ممكن يكون تكتكوا مع مخابرات دول خارجية نفذتها، ركز معي كويس، ممكن يكون تكتكوا ورتبوا وأعدوا واشتغلوا على إنه يا أخي المصانع دي تتفجر، لكن التنفيذ ده تنفيذ في غاية الدقة وبالغ الخطورة والألم والرسالة، بالغ الألم والرسالة، وفيه رسالة واضحة. أول مرة جيشنا يكون يهود العيد، الجيش شغال بالعيد بتاعه، شغال بالعيد بتاعه، وهنا تفجر له المصنع، تفجر له المصنع بتاع الذخيرة. وينه؟ الثلاثين سنة ضربوا بها الجيش، الثلاثين سنة الفرتقوا بها الجيش، الثلاثين سنة الليلة الجيش بيمشوا بور السودان، أول قاعدين في بور السودان بيكونوا شغالين والشرطة معهم شغالة والأجهزة الأخرى شغالة معهم، وبيجي الإعلام بيطلع لك بس الدعم هو شغال. لما انكره العساكر والضباط ذاته الشغل معاه هنا، هسه بقت الليلة الزمجرة بقت أعلى مما تتوقعوها بالمناسبة. عشان كده امبارح قلنا الخطاب بتاعك يا عبد الرحيم غلط ومليون غلط. الآن يا هو الجيش السوداني كويس، جيش البلد أو الجيش القومي بتاع البلد، وإن كثرت علاته وإن زادت هناته، لكن في النهاية ده جيشك أنت، في النهاية جيشك ده الآن يا هو بينضرب داخل عقر داره، ده منو داير يدينا الرسالة دي؟ ديات مخابرات بتاع الدولة دايرة تدينا الرسالة دي، عشان ما ناخذ الأمور بهزار. دي منو الدول اللي بتضحك معانا وبتجي تضربنا دي؟ دي منو دي؟ كويس؟ قبل فترات الإمارات خاطبت حميدتي مخاطبة واضحة وما يقدر ينكر الكلام ده، هو ذاته خاطبته خطاب واضح، قالت له إذا حصل أي صراع بينك وبين القوات المسلحة نحن بطياراننا بغيره هندق الإمدادات بتاعت الجيش ونقاط التمركز بتاعته خلاص والآليات والمصح هندقها. وطبعا الإمارات قالت الكلام ده وهي ذاتها ما دقيقة فيه تمام، لأنه الإمارات الآن هي ذاتها دائرة بشكل كبير المنظومة بتاعت الدفاعات دي كويس، ودائرة تجرب نظام صاروخي محدد. الكلام ده لما السودان استورد الاس 300 كويس، ومداه اللي بيمشي له الان دي من اسلحتك انت كسوداني بالمناسبه، بيمشي 1500 كيلو كويس، في حاجات كده الا تدقق فيها شديد حتى تعرفها. الان الامارات اللي هي بتطالب بمنظومه الدفاعات في سؤال موجه لها، ده منو ضرب الضربه دي؟ اللي دايره التصنيع الحربي في سؤال، ده منو ضرب الضربه دي؟ خلاص المصر على انه القوات الغير نظاميه هي تتحكم بالبلد، منو ده؟ سؤال، ده سؤال. البلمع الان القنوات والوسائل اللي بتلمع الان في دور الدعم السريع وبتهمل دور الجيش ودور الشرطه ليه؟ دي جهه، الجهه اللي بتعمل كده دي الجهه اللي نفذت لك الانفجار، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، الجهه اللي بتعمل كده دي الجهه الان اللي بتنفذ لك الانفجارات. والامر ده اكثر من مستفز، والامر ده اكثر من خطير، وده ما هزار. الناس اللي عاملين لايفات من هناك اولاد وبنات، شوفوا النبره بتاعت الخلعه الداخلهم. الفجر المصنع ده شنو؟ المصانع دي ضربها شنو؟ مستودع ذخيره بيضربوا شنو جوا البلد؟ جوا البلد، جوا العاصمه اللي انت ظالم الولايات وحارق قلبها وماصي ثرواتك كلها خلاص من اجل الخرطوم. الان الخرطوم يا هادي انت سلاحك فيها بينضرب، ودي ما المره الاولى ولا المره الثانيه ولا المره 47، ده شنو ده اللي بيحصل؟ ده شنو في البلد ده؟ نحن دايرين اجوبه واضحه، دايرين الان يطلعوا لنا حميدتي وبرهان يقولوا كلام واضح، كلام مؤدب يحترم الشارع السوداني، ما يجي يالفوا له اي كلام رخيص يجي يقولوا له في الاعلام. تورونا الاسباب دي شنو؟ تورونا اذا في تواطؤ داخلي مع مخابرات، ورونا الكلام ده نحن كشعب. بلاش فوضى معاكم انتوا كعساكر، ما تقعدوا تحتكروا المعلومه على المواطن، المواطن ما يعرف الضربه منو معاه ومنو ضده منو. الكلام ده انا بقوله. اما المجلس بتاع الشاي كويس، الشق المدني في السياده اللي بيشربوا شاي كثير ديل ما حيسووا اي شيء، ديل لسه بكونوا مدسين ورحمتي. الان زي ما يوم 14/2 لما حصلت
الاشتباكات في الخرطوم 14/1 لما حصلت الاشتباكات كانوا ناس المجلس السيادي ضربوا لحميتي في جوبا، حميتي ضرب لبرام في الخرطوم، جروا مشوا دسوا في المكتب هناك اليوم كله. بعد العساكر جو تكلموا حتى بعد ذاك ادوهم شويه فرص كده تكلموا فيها. فهم ده؟ ركز معي كويس على الكلام ده. المدنيين ما حيطالبوا بتحقيق، المدنيين في السياده او في الوزراء ما حيطالبوا بتحقيق عادل ولا حيطالبوا بتحقيق. شباب اعملوا معانا شير يا جماعه، اعملوا معانا شير، الكلام ده وصلوه يا اخوانا، الكلام ده وصلوه. انا واحد من الناس كنت بستعد داير احضر الكوره اللي بعد شويه، انا كنت داير احضر الكوره اللي بعد شويه كويس، انا داير احضر الكوره اسي بايرن ميونخ برشلونه، لكن الامور دي كبيره جدا، في امور بتوقفك من خط سير انت لوقت معين او اجل محدد. في حالات زي دي لا تحضر اعاده او انه هنا اعملوا معانا شير باكبر كميه، وصلوا معانا الرساله يا جماعه عشان ما تجيك بعد شويه الاصوات القحاتيه تكون تضلل المواطن، ويجوك الكتب الكيزان يقوموا يضللوا لك الناس وما يوروهم. اللي بيحصل ده كان سكت عليه، والان مجلس السياده بشقيه العساكر والمدنيين كان سكتوا عن التحقيق العادل السريع. هسه الان حمدوك بيكون مدسي ورحمتي اللحظه دي الان الان، فهمت؟ لما حمدتي تلقى بتلفت بيقول له اها سنعبر، فهمت؟ الان بيكونوا مدسين، ديل ما ترجو منهم خير، ديل ما عندهم موقف يشرف ولا يشجع، ما تنتظروا منهم حاجه، ما تنتظروا منهم حاجه البته كويس. ركزوا معي كويس في الحاجه دي، اعملوا معانا شير باكبر كميه ممكنه، اللايك اسفل الفيديو. هنا الشبكه قاطعه تماما الزين الان، يعني ال- 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 انا بحاول اللايف قاطعه فيه وباقي الفيس شغاله، معناها الشبكه شغاله عموما كويس. اي زول يعمل معانا شير، الشير اسفل الفيديو مكتوب مشاركه. اي زول يعمل معانا لايك، في لايك قلب احمر، في لايك ادعمه، في لايك واو. طيب انا هاخد الرقم كويس. في ناس طبعا كتار بيكونوا من المناطق يعني ذاتها او من المنطقه ذاتها الان كويس، بتاعه الحدث، وزي ما قلت لكم اخيرا كويس. طيب اخيرا الان يعني القنوات بدأت تجيب في الموضوع، زي ما قلت لك قبل شوية الحدث آخر حاجة جابته. مرحب مرحب طيب، مرحب محمد الصديق، أهلا شوق البلد، مرحب محمد إبراهيم، ديل ناس التعليقات تحت، آدم يحيى وآدم محمد كويس. طيب مرحب نوال، مرحب بكم كلكم. والموضوع ده يا جماعة موضوع مزعج والله، الموضوع ده موضوع مزعج غايته ما بيهتم لسيادة بلده، أو ما بيهتم لأنه أنت عارف يعني شنو معسكر بتاع ذخيرة ينضرب أو يتفجر. وأنا قصدت أقول ينضرب، ليه قلت ينضرب؟ لأنه لما يتفجر بالطريقة دي زي ما في جهة بتفجره من برا، في جهة برضه هنا بتضربه لك من جوا. يا إخوانا الكلام ده نحن كل مرة بتحصل حاجة في البلد وبيجوا بيقولوا لنا أي كلام رخيص عشان نحن نمشي بيه. والجحات الان حيشتغلوا على انه يخلوا الناس يركزوا مع الكوره او يركزوا مع حاجه ثانيه، حيشتغلوا في امتى يعملوا اي حاجه، حيحاولوا يلهوك في الجروبات، يجيبوا لك مواضيع فارغه، يجيبوا لك شائعات، يجيبوا لك شنو، حيحاولوا يخلوك ما تنتبه عشان ما تطالب بتحقيق شفاف في الموضوع ده، عشان ما تضغط على العساكر انت كمواطن تقول لهم ادونا المعلومات اللي بيحصل شنو. نحن مرقنا ثوره وجبنا دوله، المفترض نحن بعدنا نعرف كمواطنين الحاصل شنو في البلد دي. ما اي معلومه الا دي بتمس الامن القومي لا يمكن ان نطلقها، وذات بعد دي تطليقها ورقه الخير. هن احنا مشكلتنا ما بنضغط شعبيا، هن احنا لو بنضغط شعبيا ضغط في مطالبنا وفي حقوقنا بنعرف. العسكري اللي بتضغطه كده والمدني اللي بتضغطه عشان يطلعوا لك نتائج التحقيق الشفافه الان كويس، الان خلاص اللي بتضغط الضغط ده بكره ثاني مسويها وبكره ما 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 مبجوط فيك. اسمع الكلام ده، قال الحمد لله تم احتواء الحريق الان. طيب والحريق المشكله استاذ سامي، الحمد لله انه احتواء الحريق، المشكله انه بيشتغل نص ساعه ما في زول بيكون فيه. وانت لما تفجر مصنع بتاع ذخيره مساله مزعجه جدا، في انت ما مساله بتاعت ضحك يعني، الكثير من الناس يمكن قايلينها من الامور الصغيره. طيب زي ما قلت مرحب كويس، مرحب كل الشباب. لا لا يا احمد، لا 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 لا، تفجير عديل كويس. طيب اي نعم، هو زي ما قلت لك انا في جهات بترسل رسائل للقوات المسلحه تحديدا. يا جماعه نحن الان شبه محتلين يا اخواننا، نحن الان والمخابرات مكتسحانه في البلد دي اكتساح ما طبيعي. اسمعوا الكلام ده كويس كويس يا ابو عبد السميع اللي بتسيء للجان المقاومه،
اللي بيسأل عملته لجان المقاومة أنت ما سويته، والدور اللي قدموه في الثورة دي أنت ما قدمته، كيف أنت بتسلم الآن وبتقول وين الدور بتاعه؟ ما الدور ما دور لجان المقاومة، لجان المقاومة يجيفوا هناك يتفرجوا مع الناس، الدور ده دور العساكر، دور المفتشين، دور المفتشين بتاعين أسلحة المفرقعات، ده ما دور بتاع زول مدني، ده ما الطالب فيه لجان المقاومة، أمشي طالب الحكومة العرجدي، أمشي طالب الوزراء. اي حاجه يقول لك وين لجان المقاومه؟ ليه؟ لجان المقاومه حيقعدوا يعني يشيلوا لك السلاح ولا كيف يعني؟ حيخلوا العمل بتاعهم اللي بيقدموه للمواطن الان من اعانات ومن وقوف ومن غيره ومن اهداف وطنيه عشان ايوا الان تقول لهم امشوا انت قدرت تقدمهم لمحرقه يعني ولا شنو يعني؟ اخوانا يا اخي الاسلوب ده حقيقه ما كريم، الاسلوب ده ما كريم. الناس اللي بتسال يا جماعه كويس عينه زي المغفل ده كده، تخيلوا شوف ده واحد من المغفلين اللي بيحاولوا يكرهوك تعمل لايف. شوف 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 الدم البارد وعدم الوعي مع التسطيح مع الجهل المركب الضارب في اعماق الغباء والاغلاق. كتب تعليق قال امشي احضر كورتك. لاحظ شوف لاحظ شوف ده عين الداء ما حيكون عنده اثر في المجتمع ولا 1% الا لو عدل. قال امشي احضر كورتك، الموضوع ما بيستاهل. ما بيستاهل ما بيستاهل. قضية بتاعت أمن قومي، هو اللي عرفه بالأمن القومي شنو؟ هو اللي عرفه زول بس الله قال له عيش وعايش كده بس، فهمت؟ يا زول ده أمن بلدك، يا زول الكلام ده بكرة ممكن تحكم لك تفجيرات في نص الخرطة. حول ولا قوة إلا بالله، الشيوعيين ما شالوا خير في الناس، والله الشيوعيين ما شالوا خير، عليك الله شوف زي ده جهلوا كيف انتهوا منه كيف؟ فهمت؟ لدرجة إنه هو ما فاهم بلده اللي بيحصل فيها شنو؟ فهمت؟ يلا ديل انا بظنهم برضه فيهم جزء قحات حيحاولوا يلخموا الناس بموضوع الكوره. يا اخواننا بلدكم بتتفجر من الداخل، مصنع الذخيره بينضرب جوا البلد الان التفجيرات. امشي افتح قناه الحدث بتلقى فيها الخبر ده، امشي اضرب لاي زول في الشجره بيوريك الكلام ده، امشي افتح في جروبات كثيره فيها لايفات ناس ضاربينها من هنا، فهمت؟ ناس ضاربينها من ارض الحدث. امشي شوف المصنع ده بيتفجر في رصينهم كيف، امشي شوف اللهب ده داقي في السماء كيف، امشي شوف الذخيره. نفس انفجار مصنع اليرموك 2012، البلد في حالة عيد للجيش، العيد 66، العيد القحات الجاهل اللي بيجي بحاول يغشك ده ويحاول يطلعك من الموضوع، الجيش في العيد 66 والقائد العام للقوات المسلحة أدى البيان بتاعه وقال ده العيد والناس محتفلة، يجي يضربوك جوا بلدك يدقوك مصنع الذخيرة يتفجر. يا اخي زي هسه انا بقول له يا اخي تعيد معي مخك شويه، فكر يا اخي فكر يا اخي، ممكن تكون الوقت كله ضعيف ومحطم كده واي زول سايقك يا اخي، كون شخصيتك يا اخي وفكر وحلل شويه، ساعدنا يا اخي في بناء دوله مدنيه حديثه عشان ما تكون لنا زي القحاته. كويس الكلام ده، نطالب بلجنه تحقيق شفافه الان، ودايرين العساكر ديل يكونوا واقفين في المصنع ده شفته في محل التفجيرات ده كويس لغايه ما تطلع النتيجه ميدانيا، بلاش فوضى معاكم، دايرين نعرف الضرب الكلام ده منه. وهل اليوم من الايام الامارات اللي بتقول لو وقف لو قامت معركه بين الجيش وبين الدعم السريع نحن حنضرب الجيش، هل الكلام ده الان بدا يتحقق؟ ده سؤال. الله لا قوم المعارك، لكن يا اخوي ساعدني يا اخي، حلل حلل شويه معي، فكر معي شويه، دي بلدنا كلنا يا اخي، ما ممكن يكون مخك سايقينه لك القحاته يا اخي، ولا يسوقك يا اخي، خليك زول مفتح يا اخي. كويس؟ هل السياسه فورجي الآن اللي ناشر آلاف من ناس ومخابراته الآن في العاصمة وفي الأقاليم كلها في السودان، هل عنده علاقة بالأمر ده؟ ولا عنده علاقة بزيارة بكرة؟ في منو بكرة جايك وقال لك أنا جايب لك 2000، جايب لك كم؟ 20 طن بتاع مساعدات، 20 طن مساعدات إنسانية، تقولش حدناه نحن كسودانيين قلنا ليه ودينا نحن الآن السودان منتهي، طالما نحن شفت بنعيش ذاته على اعانات الدول اقسم بالله عمرنا فهمت ما يكون عندنا سياده في القرار بتاعنا. اش المفترض لو في عساكر فيهم نخوه، انا بتكلم عن القاده تحت من القاده دي يا جماعه صعب انه يتخذوا التعليمات لانه القاده التعليمات دي بتيجي من فوق خلاص، وفيها ديروه وفيها نار ما تفتكر الموضوع فيه هزار، فهمت؟ نحن دايرين العساكر ديل دايرين الان البرهان وكباشي وعطا وحميتي وعبد الرحيم وابراهيم جابر كويس، كلكم تمشوا تقيفوا لنا في محل التفجيرات تورونا البلد دي الفجرة شنو؟ ده شنو ده دخل علينا ده؟
شنو ده بقت ولاياتنا كلها عنصريه وصراعات ومشاكل. فهمت انت داير تحضر الكوره امشي احضرها، انا ما عندي لك دخل، دي ما بلدنا كلنا يعني. فهمت انا بهم لا انت بتهم لا ده اكيد فهمت. لكن اي زول الان بيجيك في اللايف ده بيقول لك يا اخي الكوره ولا دارين نمشي، معلش ممكن 1% 2% يكونوا ما قاصدين، لكن البقيه بيكونوا قاصدين الكلام ده، دارين يشغلوا الناس من الاسئله دي. يا جماعه الناس ما دارين اننا نسال، الناس دارين اننا اغبياء، الناس زي الان هم قاعدين يقولوا الشباب اغبياء، قاعدين يقولوا الكلام ده وقاعدين يضحكوا في لجان المقاومه ديل الاحزاب. لجان المقاومه الرجال اللي وقفوا وثبتوا يا هم ديل الان بينبذوا فيه. وماجدات النساء الان ناس فيصل محمد صالح وعباس مدني وناس غير ديل بيضحكوا في اجتماعاتهم بيقولوا ديل ما مغفلين زي نغشهم باي حاجه. لانه انت لما تعمل شفت انت زول مستغل يتامر عليك حزبي الله يدي ذاته هي. وطبعا دي الاشياء اللي ما بيحبوها فينا المحزبين طبعا نهائي. على اي حال الان نحن دايرين تحقيق شفاف ودايرين القاده العسكريين الان يكونوا واقفين على لغايه ما يطلعوا النتيجه، يطلعوها هسه يطلعوها بكره يطلعوها بعد بكره وما بكره كمان بالكثير والصباح كمان. يا اخي انت مالك نحن شعبي ما نشرع يا اخي، انت مالك يا اخي مدينا الموقف الضعيف دائما يقول لك لا ما اخليهم هم، لا ما اخليهم هم، الان نحن نطالبهم اليوم نغزوهم ولا يغزونا. كويس الان الناس اللي في المجلس العسكري او الشق العسكري في السيادي نطالبهم بان يجيبوا لنا على الموضوع ده، والمدنيين يكونوا واقفين جنبهم. وزراء الحكومه قاعدين تسوي شنو؟ بلد بتتفجر مصانع الذخيره فيها، قوموا طيروا امشوا اجيبوا في الموقف ده هناك مع العساكر، امشوا تقيفوا تورونا الحاصل شنو، ولا خايفين من الموت يموتوا اولاد الناس، تلزوا لجان المقاومه يمشوا يموتوا، وناس التروس وناس السبات وناس الوطنيه وناس الغيره الحقيقيه على البلد تلزوا يمشوا يموتوا، تفجعوا اسرهم وتكسروا قلب امهاتهم وابهاتهم، وتجوا انتوا ما دارين تمشوا اركبوا انفينيتاتكم دي ولا يزي مشني الانفينيتي بتاعتهم دي في انت سريع امشوا شوفوا الاحداث الحاصل شنو. نحن مواطنين، نحن اللي بنديكم التعليمات يا اخواننا. في جهه دارت ترسل رساله للجيش، في جهه دارت ترسل رساله للجيش ولسياده الدوله كلها، رساله واضحه انه انا بجي بضرب مصانع ذخيرتك جوا عاصمتك القوميه يوم العيد بتاعك انت بتاع الجيش. ده ما حدث مقصود، ده ما حدث هزار، ده ما بس جا غبار كده ولع ورقه والورقه قامت نهائي. ده ما شغل بتاع خمسة نفر كده يا اخوانا، الشغل المنظم واضح والشغل المشمول وعنده إحاطة دولية في جهات دولية وإقليمية واقفة معاه. صدقوني ده ما بكون هزار، ركزوا معي ده ما بكون هزار. البلد بتحتاج مننا تركيز حقيقي وبتطلب مننا الآن إنه نفكر. يا اخي فجأة كده الفيسبوك كله بيجي لايفات صور في امتى الانفجارات، مصنع الذخيرة في امتى الشجرة. كويس ناس من الاحياء خلاص بعد شويه القنوات بدات تجيب فيه، بعد شويه الناس بدات تتحدث عنه في امتى، وهو الوقت ده مولع عليه ربع ساعه وللان يعني لغايه ما قبل شويه نص ساعه ولسه الوقت ده لسه ما كان في شيء. بعد ذاك يجي حاجه يجي يطفو ولا شنو ده شيء ثاني، هو اصلا ما حينطفي في النهايه في امتى. لكن المفترض الاسراع من البدايه، المفترض وين الوحدات بتاعت التخزين والاحتياطي اللي بتكون موجوده في كل وحده، وين الان؟ ليه ما في كل وحده في عربات مطافي ورجال اطفاء مدربون من داخل القوات المسلحه؟ يعني برهان، برهان ما امنت العساكر ليه؟ انت زادك الان تتحمل موتهم ده، انت الزول المات بالتفجير ده اي زول خاف صاي قلبه دقه. انا ما اعرف هل في 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 ناس ماتوا ولا لا، وان شاء الله ما يكون. لكن يعني التفجيرات في المصانع بتصدف، يعني مثلا مصنع الشفا للادويه قالوا نحن ما كنا دارين نضرب زول، قالوا كده، ده احنا ما كنا دارين نضرب يعني مدني يموت في الموضوع ده، دارين نضرب بس المصنع. فقالوا في عامل واحد كان قاعد قال قدر ما انتظرناه ابى يمرق كله كله الا في النهايه ضربناه. فمات عامل تقريبا كان في مصنع الشفا ربنا يتقبله ويرحمه. غالبا التفجيرات زي دي ممكن تستهدف لك مروق الناس اللي من الشيء بعد يطلعوا مثلا. بعد ذاك حتى يفجروا غالبا، ده اللي قاعد يحصل في العالم. والسلسله بتاعت الانفجارات اللي في العالم اللي بدت ببيروت هي من ضمن إعادة وترتيب الخطط الآن في المنطقة من جديد. والتطبيع الإسرائيلي الآن مع الإمارات ما سهل، انت داير تعطل مخك وداير تشوف عبارة عن حدث عادي كده وتمشي ما في مشكلة، لكن ما تزعجني زي ما أنا ما أزعجك. ما خلاص انت أزعجك الله يفضلك.
اطلع طبعا ما في مشكله، انا ما هاجي صفحتك هنا. طبعا في ناس من اللقمه الطبع بتاعهم، الواحد ممكن يجي يسيئك في صفحتك وبيفتكر كده، هو فاهم، هو بيفتكر كده طبعا، عايش في وهم زي ده، فهمت؟ انت اذا ما عجبك ممكن بس ما تشي عادي يعني، عشان ما هنا داير تعطل عقلك وتصدق دي احداث سايكة انا بها، داير تحلل ودار تفكر ودار تساعدنا في الحركة الشبابية اللي فيها اللي فيها التفكير، اللي فيها الابداع، اللي فيها التحليل، اللي فيها التخطيط، اللي فيها الشغل الاستراتيجي المدروس لكل المستقلين كان بها. لكن لو داير تصبغ لي الامر باتجاه واحد، والله انا اكثر ما اعاني في الدنيا دي من الاتجاه الواحد، والله زول اتجاه واحد ده مشكلة في العالم، لازم يعدل الحاجة دي لازم. فيلا زول اتجاه واحد بيفكر بزاويه واحده، بشوف حاجه واحده، بيقتنع بس بكلام الاخبار او خلاص بس دي حياته كده، او يمشي جروب جحاته وكده بس خلاص. الاحداث دي ما عفوا، والاحداث دي ليها ما وراءها وليها ما بعدها. ولو اي زول الان بيطالب العساكر والمدنيين يمشي يقيفوا لنا في مصانع التفجيرات دي الان بتاعت الذخيره في الخرطوم، يمشي يقيفوا لنا فيها للنهايه، ويطلعوا لنا الان في ساعات سريع النتائج الاوليه والغيره، يطلع سريع يدونا لا يورونا لا كشعب، كان بها كان بها. لو نحن بنعمل كده صدقوني اي حاجه بتحصل انت كمواطن بتكون عارفه وبتطالب بحقوقك. لكن يفجروا بلدك يوم عيد الجيش بتاعك، والله 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 ما في رساله اوضح من كده. اهلنا جاء زباب يقول لك توضيح الواضحات من المشكلات، لكن قالوا توضيح الواضحات من الفاضحات. انت حاجه واضحه غير توضيحها دي فضيحه ذاته، دي مويه خلاص دي مويه. تحيه وسلاما، ان شاء الله نكون معاكم في التفاصيل باذن الله.